على الخير والمحبة، نمسي عليكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم قصة الديوانية. نحب نذكركم مشاهدينا احنا اليوم معاكم في الحلقة الأخيرة لهذا البرنامج، برنامج قصة الديوانية. احنا اليوم معاكم تحديدا في منطقة الدسمة وفي ديوانية أسرة الشواف الكرام. راح نقعد في هذه الديوانية ونسمع سوالف جميلة وقصة جميلة في هذه الديوانية. لكم طيب المتابعة، لكن بعد هذا الفاصل. على الخير والمحبة، نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام في برنامجكم قصة الديوانية. باسمكم أرحب بأصحاب هذه الديوانية، ديوانية أسرة الشواف الكرام، وعلى رأسهم عميد الأسرة الحاد صالح أحمد الشواف. العم زيد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وكرامه يا اهلا وسهلا. امسي عليك، ويعني باسم فريق العمل وباسم تلفزيون الكويت اشكركم على يعني حسن الضيافه وحسن التعاون. ويا اهلا ومرحبا فيكم، حياك. تلفزيون الكويت في المهمه اللي قام فيها بزياره دواوين الكويت عامه ليعرف الاجيال القادمه على ماضي الكويت ودواوينها الكويت، وهذا جزء من ماضي الكويت. نعم. ويا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله. الله يرحم والديك. يعني بالبدايه عمي، من بدايه كلامك كانك انت يعني من الناس اللي ودك مثل هالبرامج، برامج اللي توثق تاريخ الدواوين. او طبعا طبعا الاجيال تختلف. وين الحين لو قبل 100 سنه الى قبل 50 الى الان، لا ما شاء الله ما ولكن هذا يسجل الموجود للاجيال القادمه نشوفه. نعم. عم بوزيد، بالبداية ودي أوضح حق مشاهدينا يعني تاريخ هذه الديوانية. متى نزلتوا الدسمة؟ وهل قبل الدسمة كنتوا في الشرق؟ وإذا كنتوا في الشرق هل يوجد عندكم ديوانية هناك؟ نعم نعم نعم، شكرا على السؤال. نعم. وأنا لأن عارف بالعربي ولكن قربت إلى الميلادي، ودي أقراه من ورقه لأن الميلادي. نعم. وجبت لكم هالورقة. نعم. هذه طال عمرك، خلنا أجيب من أول شيء كمقدمة. نعم. أبوي أحمد محمد علي الشواف جاء من الحسا اللي هي في المنطقة الشرقية السعودية في المملكة العربية. نعم. السعودية في سنة 1303 هجري، عرفت؟ نعم. الموافق 1885 ميلادي. هو يا أبوه محمد علي الشواف، يا أول الوسائل مي موجودة إلا البعارين للبر والسفن للبحر. نعم. فجاء هو يا أبوه محمد علي رادف على بعير وياهم الحسا، وسكنوا في الكويت مثل ما قلنا 1885 ميلادي. نعم. زين، بعدين اشتغلوا مثل ما اشتغلوا الغير، احنا شغلتنا في البشوت، نخيط بشوت. فعقب ما التاريخ هذا ظل محمد علي يدي سنتين، توفى ابوي صار عمره تقريبا 13 سنة وقعد، والحمد لله اشتغل وتزوج، ولكن يعني وكون اسرة. بعدين في سنة 1333 اللي هو ميلادي هجري اللي توافق 1914 ميلادي، شرى له بيت في المنطقة الوسطى في الكويت داخل السور، الحي الوسط، بالحي الأوسط، عرفت؟ وأسس له ديوانية بعد أن تزوج، وأسس لديوانية وهي الديوانية قلنا 1914. ممتاز. هذا أول ديوانية اللي أسسها أبوي، وهي هدفها اجتماع الأهل والأصدقاء، وذاك الوقت ما في كهرباء. صح. وهذا أولها. ما في كهرباء على شو؟ الكهرباء أول كان الإنارة في عدة مراحل. المرحلة الأولى هذا السراي أو الكنديري، اللي يحطونه يعلقونه بالطوفة. نعم. عرف ويحطون زيت وفتيلة ويظل لما جاوا ينامون نفخوا عليه وطفوه ويدخن هذا. نعم. وبعدين طورت الإنارة في الكويت
ويابونا من الهند السري هذا الحركة اللي تتحرك يتنقلون فيها. أما الثابتة فهم نوع من السراج الثابت اللي علقونه بالطوفة يسمونه من الهند جابوه ويسمونه اللعلة ذاك الوقت كلمة هندية دخيلة المهم يسمونها وهذه يخلونها يعلقونها بالطوفة وتتكبر وتتصغر عرفت ولما ناوي ينامون طفوها انفقوها وطفوها. بعدين جاء السراج هذا الأبيض اللي يستعملونه في الأعراس يشيلونه ولا فتيلة بيضة كذا ويسمونه تريك أو لوكس أو تريك هذه مراحل الإنارة. أما عندنا في الكويت دخلت الكهرباء في سنة في الثلاثينيات ودخل بيتنا الكهرباء احنا في 35 تقريبا دخل موجب ما يقول انا ذاك الوقت صغير ولكن يقولون في 35 دخلت الكهرباء عندنا وصار الكهرباء اللي اول لمبة واحدة تكفي ما شاء الله ايه. الان شوف الثريات والتريكات ايه. عمي هو نفس البيت حي الوسط وهو في نفس البيت حي الوسط نعم نعم. عمي بس قبل لا أنتقل إلى دوانية الدسمة أو منطقة الدسمة أنا ودي أحكي عن حفرة الشواف اللي كانت ذاك الوقت يسمونها حفرة تيفوني يا ريت تحكي لي عنها. طال عمرك أقبل سنة الهدامة العودة الأولية مو اللي 54 اللي في 33 أو 34 نعم غرقت الكويت فأبوي اشترى بيتنا اللي هو في منطقة الوسطى وكان أهل الكويت كلهم يعني وبس هو كل أهل فريج راحوا اشتروا لهم أرض وحفروها عرفت وخلونها لأن ما في مجاري أمطار ولا هالمجاري اللي تحت الأرض ما في في الكويت ما في صح فاشترى بيت له وخوفا ان يجي سنة الهدامة عقب سنة الهدامة بسنة اشترى بيت واشترى ارض اقبال البيت تقريبا مساحتها نقول في هالايام حوالي 250 متر تقريبا او 300 متر نعم وكان هالارض يملكها عيال النقي اول وعيال النقي باعوها على بيت تفوني أبوي اشتراها من تفوني في وراء وثيقة شرعية معتمدة عندنا حتى الآن وأوقف هذه وحفرها وأوقف هذه الحفرة وعندنا وقفية من الأوقاف ومرتبة أوراق وأوقف هذه الحفرة خيرية لسيول أمطار أهل المحلة وهذا يعني عمل مثل ما هالأيام دام الله خير يعملون المستشفيات ويعملون كذا هو عمل خيري في ذاك الوقت عمل بيئي أفاد الكويت من أن لا يجم مطر هدامة وطيح على البيوت الكويت فإذا نعم خلاها وقف وخلاها وقف وقف ورقعت ثانية عندنا موجودة ويا ريت جايب صورة ما أعطيكم إياها ولكن موجودة إن شاء الله أي نعم أنا أنتقل حق الأستاذ والحاج جاسم علي الشواف أبو علي مساك الله بالخير مساك الله بالنور يعني أبو علي اليوم مع التطور التكنولوجيا والشباب يعني قاعد نشوف في عزوف منهم من بعض الديوانيات البعض هل تعتقد راح يجينا يوم هذه الديوانية تنقرض وما تنوجد بوجهة نظرك والله أنا أشوف بعكس ذلك الدواوين قاعدة تزيد لدرجة احنا ما ادري ايش نسوي ما عندنا وقت يعني يمكن بالاسبوع نروح اربع وغير اللي هذا وناس نوجب مو عن توجيب لكن حصلنا لهالشكل من التطورات الحين حددوا دواوين كل منطقة لها يوم بالاسبوع يعني حتى احنا حجبوا عنا اللي كانوا ربعنا يوم قبل لان انتقلنا من نقول من بعد الدسمة رحنا الضاحية فترة وكان لنا مترددين وكذا فالحين رجعنا الدسمة فاللي قبل يونا اللي بسبب ازدياد الدواوين
عرفت؟ فهذا يعني ما في خوف الحمد لله. حالة موت أنا أشوف بازدياد الحمد لله. الله يساعد الأسرة. هذا شيء يطمن الحمد لله. إحنا دائما التكنولوجيا أحيانا تكون سلبية مو إيجابية. أبو حسن الحاج أحمد حسن شوافة مسي عليك. وحسن هل فعلا الديوانية اليوم منفس اجتماعي؟ طبعا منفس اجتماعي من قبل هي منفس حق الاجتماعي. نعم. والآن الحين يعني نتكلم تأثرت موضوع الشباب. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي ما زالوا الشباب يجتمعون ما غنتهم وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. إن كانت بالقهاوي وبالعكس الدواوين عامرة حتى دواوين شباب العين موجودة حتى هالديوانية الآن الحين مثل ما قال ولد الخال ان صارت ليالي محدوده مثلا ليله الجمعه او ليله الاثنين احنا الرسميه الشباب عندهم ليالي مختلفه. انتوا يومكم شنو هني اسبوعي؟ احنا عندنا يومين بالاسبوع العام يقعد فيها يوم الخميس ليله الجمعه ويوم الاحد ليله الاثنين هذه هي الرسميه والشباب يقعدون يوم السبت وعندك ديوان ثاني يجتمعون فيه الشباب في ديوان ابو علي فارس الشواف في كذلك يوم الثلاثاء وماشي بالعكس عامر الدول كمالها تزيد وتاخذ برامج ابو حسن ما شاء الله يعني ديوانكم ان شاء الله عامر على طول العنبو زيد يعني يحرص على هذا التجمع الكبير ايضا نشوف شيء يعني عجيب بالديوانيه تسوون دورات سنويه انت ويا ريت تحكي لي عنها طبعا احنا صارت من ضمن شغله الشباب على ايام انتم ابتكارات تعرف انت الدواوين بعضهم عندهم انشطه ان كانت يعني كوتبو ستة عندهم بعضهم يلعبون بعضهم عندهم دورات رمضانية احنا والله عندنا ما زلنا مثل الحال العالم كلها الحين قاعد يسوون أنشطة رياضية للشباب تلهيهم عندنا دورة سنوية لكرة القدم ما شاء الله عند الشباب كذلك يعني يسمونها ملتقى عائلي يجتمعون فيه في أحد المزارع الوفرة أو العبد أو يتجمعون يحيون الصغير والكبير يتجمعون ابو حسن هذا الشيء كله صادر من الديوانيه طبعا هني ها ابتكارات وفكر الديوانيه او لها الديوانيه اجتمعوا ولا ما صارت هالشغله ممتاز ممتاز الاحتكاك فيما بينهم فينا ما في شك يولد هالشيء صح كلامك انا ويا مشاهدينا والعم ابو زيد العم صالح الشواف قال كلمه لاله كلمه دخيله واحنا ذاك الوقت مشاهدينا كثير من الكلام دش علينا بالكويت كلام انجليزي كلام الأردو كلام من فارس كلام من العراق وهذا مو عيب هذه أيضا ثقافات يعني احنا عندنا تغرير عن اللهجة الكويتية نبي نشوفها ونرجع معاكم في منطقة الدسمة وتحديدا في ديوانية أسرة الشواف يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام رجعنا وياكم في برنامجكم قصة الديوانية في ديوانية أسرة الشواف في منطقة الدسمة نرجع بالحديث مع الحاج صالح أحمد الشواف العنبو زيد أرجع مسي عليك من جديد عمي مرحبا فيك عمي ما شاء الله في الديوانية أنا يعني أول ما دشيت شد انتباهي بعض اللوحات الغريبة واللي تكون متميزة ولكن أنا شفت كسوة الكعبة يا ريت تحكي لي عنها هذه فعلية حقيقية إهداء ولا شنو طريقتها ولا طال عمرك الديوانية هذه أنا يعني بعد كانت السيد الوالد هو نعم. مؤسس نعم. وإخواني الله يرحمهم مؤسسين أول في ديوانية عقب ما طلعنا من داخل الديرة كان بيتنا في المنطقة الوسطى انتقلنا للدسمة في أي عام في تقريباً؟ 1956 أنا أخواني على رأس عباس حجي عباس حجي علي حجي عبد الرسول وأنا رابعهم الله يطول فانتقلنا لديوانية هناك في الدسمة هذه على شارع كان يسمونه الاستقلال الحين شارع مادي لا لغاية الآن الاستقلال اي وقعدنا هناك تقريبا 17 سنة وتحولنا في سنة 1971 من الدسمة لأن كثرت العائلة وفي سنة 1971 قعدنا انتقلنا للضاحية خلاص قفلنا الدسمة ماكو شيء لا دوانية ولا بيت يعني البيت بعتوه البيت خليناهم جاي قصة ممتاز وعندنا قسيمتين كل قسيمة 1000 متر في شارع الاستقلال وشرينا قسائم 6 قسائم في منطقة الضاحية وقمنا على قضية الديوانية وإخواني جزاهم الله خير أكبر مني
سواء الحجي عباس أو حجي علي أو حجي عبد الرسول وأنا أصغرهم، فقمنا بالعادة مال دوانية نستقبل فيها الضيوف، وكذلك في رمضان نقرأ قرآن قرآن. وعلى فكرة كل دواوين أهل الكويت في رمضان أغلبهم يقرون القرآن ختمة. نعم. ختمات تسوي ختمتين ثلاث أربع ويهدونهم إلى أرواح موتاهم. نعم. وبعدين الله يرحمهم أخواني توفوا، فالله سبحانه وتعالى وفقني أنا وجيت شريت هالموقع، رجعنا للدسمة يعني طلعنا من الدسمة وقعدنا بالضاحية بالدوانية، بيوتنا لازالة بالضاحية، ولكن رجعنا في الدسمة وشريت هالمنطقة هالقطعة أرض اللي احنا فيها اللي هي سمى الديوان الشواف، وهي ووقفتها وقف ذري للأسرة الشواف كلهم أي إن كان إحنا الأجيال جاية، عرفت؟ ووقفت والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا. بدأ الأول ذيك السنين يقعدون على الحصير والبارية أو المنقور يصبون على الأرض، الآن شوف دواوين أهل الكويت ما شاء الله، الله يزيد الديكورات والفرش وكذا تقدمت الكويت، وإحنا مشينا وياه التقدم واللي شفت عندنا. أما ما ذكرت في بعض اللوحات اللي عندي هنا في آيات قرآنية موجودة، لو تفضلت وصورت وتشوفونهم. نعم. آيات قرآنية رحت شريتهم من دبي بشغل يد حرير ومحطوطة تحت في السرداب ومحطوطة في بعض المكانات هنا. نعم. وكذلك اعتز شيء ثاني اللي هو قطع بعض القطع هذه جزء من كسوة الكعبة، وهذا يسمونهم القناديل أهل مكة، واشتريت تقريبا 4 قطع. نعم. واشتريت قطعة تحت موجودة الصمدية، هذه هم تركب كلهم الكعبة وكلهم تاريخهم قديم على سنة 1000 قبل 14 لا والله قبل 18 سنة تقريبا مكتوب عليهم التاريخ. نعم. فهذه جزء من الكعبة، جزء من كسوة الكعبة. إذا أعتز في الآيات القرآنية الموجودة اللي شريتها من دبي وهياكة يد، وأعتز في هذه. وكذلك عندي هناك في الغرفة الثانية هم اشتريتها من مكة صور من الرسائل اللي أرسلهم النبي اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد إلى المقوقس حاكم مصر، وهذا تشوفونه هناك. وكذلك الرسالة من النبي اللهم صل على محمد وآل محمد إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين، والبحرين كان الوقت مو جزيرة البحرين، البحرين ممتدة من عمان إلى الكويت كلها تسمى البحرين، وعندي صور منها موجودة. وكذلك أعتز في الجيل الحالي في حب الوطن، ولذا عندي كبرت الحين لو صورتوه ولا بتصورونه السلام الوطني الوطني الكويتي، أحفظ الأجيال أولاد كل من يجي بنسوي له مسابقة يحفظ هذا، فهذا حبنا للوطن ونغرس حبنا للوطن وعيالنا وعيال عيالنا، هذا كل أشياء تزيد. أبو زيد هذه الفكرة عن أبو زيد يعني غريبة شوية، أنك حاط النوتة، للعلم أنه في المدارس أيضا يعلمونهم السلام الوطني والنشيد الوطني. لا أنا كامل وبس سلمت بوطن الكويتي ثلاث أربع أبيات، لا عندنا من المؤلف من الملحن وكذا. لا أعلمهم وأعطي مسابقات عليها شو اللي يحفظها. ممتاز. فهذه تغرس روح الوطنية ومحبة الديرة في الأولاد، ما في شك. أي نعم، ما في شك. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. عم بو زيد يعني ذكرت الأسماء من الأخوان رحمة الله عليهم، الحاج عباس والحاج علي والحاج عبد الرسول. يمكن عباس الشواف اسم معروف في تاريخ الكويت، تاجر سيارات. نعم. وسيارات معروفة ما بأذكر أسماءها، لكن ما في أحد من أهل الكويت ما يعرف اسم عباس الشواف. نعم. هل هذا التاجر يوم من الأيام الديوانية كانت لها دور في بروزه كتاجر أيضا؟
إذا تسمح لي بعطيك نبذة بسيطة شوي. نعم. أحمد الشواف اللي هو أبونا أبو نعم. الأخوان نعم. مات سنة 50 توفى 1950 وقينا إحنا الأخوان على رأسنا حج عباس والكبير سنا فسنة 51 أقوم أتوفى سنة تقريبا سوينا شركة سميناها شركة عباس أحمد شواف وأخوانه شركة تضامنية يعني متضامنين فيها كلنا كل واحد أربع الأخوان متضامنين في الشركة تحت اسم عباس شواف وأخوانه أخوي عبد الرسول أكبر مني درس الإنجليزية عند مدرسة وأنا درست بعدين عقبه عند مدرسة يسمونها واحد اسمه إسرائيل إسرائيل هذا شخص عراقي من أهل الموصل فتح له مدرسة وعلم أهل الكويت كلهم أغلبهم حتى بعض الأمراء تعلموا عند مدرسة إسرائيل وبمن هو أخوي عبد الرسول وين كان مكانها عمي؟ كان مكانها طال عمرك الآن أقرب لك تقريبا وين مسجد الدولة اللي الآن بالضبط في ذيك المناطق قريب عليكم حي الوسط يعني الحي الوسط وراء على البحر يعني احنا صوب يعني جنوب والشمال فكانت مدرسة ودرس فيها الأخ عبد الرسول وتكلم اللغة الإنجليزية وقام يراسل برا وكانت سنة 58 1958 أهل اليابان ياون الشرق الأوسط يعطونك الوكالات بالهبل بس تدلل مو الحين تركض وراها وتتعب فكانت في 58 جات شركات واحدة اسمها تويوتا الآن موجودة وعطوها السائر وواحدة اسمها برنس الحين بجيب لك برنس ليش صارت نيسان وخذناها احنا هذا في 58 وبعدين جات ميتسوبيشي وسوزوكي وسوزو ما شاء الله انهم ازيد من 10 مصانع يابانية جات بالاخير فاحنا من الاوائل عندنا برنس وعند البابطين داتسون إذن الساير وإحنا والبابطين أول في 58 أول من جاب السيارات اليابانية مو قبل 58 لا 58 لا لا, لا. تبي أدخلك بالتاريخ وضعكم يعني برنامج ممتاز نكتفي كذي 58 أيوة معلومة يعني هذه معلومة 58 أي نعم فسنة عقب 7 سنين من 58 65 أو 67 اندمجت شركة داتسون مع شركة برنس داتسون عند البابطين وبرنس عندنا اندمجوا في 67 وصاروا شركة سموها شركة نيسان كلمة نيسان يعني اشتركوا فيها اليابانيين وذيك مرة ذيك العزيمة العودة حضروها تقريبا 2000 نفر وإحنا حاضرين وياهم فبقينا المصانع اللي تنتجها برنس تحت برنس حطوها عباس شواف وأخوانه واللي تنتجها داتسون اللي توحدت تحت اسم نيسان عطوها البابطين هذا ممتاز. يعني كلمة عباس شواف الأخ عبد الرسول الله يرحمه بما أنه يعرف اللغة الإنجليزية هو اشتغل ويابنا الشركة هذه ممتاز يعني معلومة معلومة يمكن أول مرة أعرفها والدواوين إن شاء الله يعرفونها نعرفها أنا أرجع ويا الحاج أبو علي أبو علي في شهر رمضان الدواوين لها طعم خاص دوانية أسرة الشواف شنو أجواءها في شهر رمضان وهل تزورون الناس يعني ما أبي تزورون الناس بس بالدسمة مناطق الثانية يعني والله إحنا خلنا اللي يقول إحنا اللي سمعناه من الله يرحمهم ومن كنا اللي نعرف ان ديوان باليوم كانوا بالديره كان على طول شهر رمضان عامر من اول يوم لاخر يوم وكذلك يوم انتغلوا بالدسمه عرف شلون ويوم الضاحيه نفس الشيء غير ديوان الكويت لهم
محدد، خلينا نقول ايام معينه، لا احنا برمضان نفتح طول الوقت يومي يومي، مع ان في ايام العم وفد لازم يروحون يزورون ويردون الزيارات. فطبعا احنا بالنسبه لنا احنا من انا من الملتزمين هني الديوانيه بالنيابه هم يروحون، فعلى طول الوقت موجودين. فالحمد لله يعني ان شاء الله الله لا خلينا نقول راح نظل على طول. اما مثل ما تفضل العم بالنسبه للدرس كانوا يعني من هني انقطعنا شوي، بس من اول لا على طول درس قران طول رمضان. جزاكم الله خير، الله لا يغير عليكم ويحفظكم ان شاء الله، وتكون هذه يعني اليمعة عامرة على طول ان شاء الله. احنا بنروح وياكم ويا مشاهدينا الى ايضا تغرير تراثي متعودين عليه في برنامج قصة الديوانية. خلونا نشوف هذا التغرير ونرجع وياكم. يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، رجعنا معاكم في برنامجكم قصة الديوانية. احنا اليوم معاكم في ديوانية أسرة الشواف في منطقة الدسمة. ارجع مع العم ابو حسن، يعني ابو حسن رحمة الله عليه الشهيد محمد حسن الشواف احد شهداء الكويت في فترة الغزو. هل في فترة الغزو كنتوا تقعدون في الديوانية تتجمعون؟ والله الديوانية ما انقطعت حتى بالغزو، بالعكس العالم تعرف ما في عمل، العالم كنا في بيوتها غير الدواوين اللي تجمعنا. نعم. فظلت حواراتنا ومشاكل المجتمع داخل الكويت والغزو وشون نتفاهم وشون نتعايش وشون كل واحد يشيل الثاني عن طريق الدواوين، والملتقيات ظلت مستمرة. نعم. حتى الديوان الشواف مستمر بالغزو. الحمد لله. الحمد لله. يعني أنا الكويت تقريبا احنا نفطر، كنا نفطر دواوين. صح. وخاصة بالليل تعرف منع التجول. نروح خلسة من دواني لدواني إذا ما صارت بالنهار الدواوين. صح صح. وحسن شو اللي ضايق اليوم في الديوانيات بكل صراحة؟ هل وسائل أو طرق الوسائل يعني التكنولوجيا اليوم الواتساب وغيره وغيره ضايق؟ قديش بعض الدواوين الكل لاهي في الموبايل، ها، أو لاهي في بعض المباريات، ريال مدريد والله برشلونة والله الأنتر، الأمور هذه ما يعني كأنك مو داش دوانية. والله بقول لك شيء عاد يعني بيه. الوحيد اللي مراد لكم واتساب الا انا. ممتاز. فعلا هذا الجهاز يعني الديوان قبل يمكن ساعتين يتبحثون يسولفون يقولون كلمه، الان الحين يعني التليفون ياخذ وقتهم في يعني في قراءه الجهاز وغيره، لكن هم ميزه التليفون يجيب خبر في يتبحثون يعني هي طرق تواصل يعني هي طرق تواصل يعني يجيب معلومة ويجيب خبر ويتحاورون فيها وكل واحد يبدي رأيه، لكن صارت يعني الخبر اللي يطلع بالواتساب مصداقيته صار ضعيف يعني وايد مشاكل صارت. صح صح صح. احنا ما افتكينا من سالفة شو اسمه يقولون تذكر بالغزو الحين يانا الواتساب، لكن الحمد لله يعني مو مؤثر حيل يعني الحمد لله. لا احنا اكبر من كذي الحمد لله. هذه ما هي كويتينا هالثغة يعني. عم ابو زيد سولفت وياك قلت لي في امور كثيره اختفت من الديوانيه، يعني مثلا الحمد لله موضوع الختمه في شهر رمضان لا الحمد لله موجود، لكن في مواضيع اختفت من الديوانيه الكويتيه كانت موجوده في السابق. طبعا لكل زمان دولته ورجال. صح. اول ما عندهم لا مجلس امه ولا سياسه ولا شيء، امورهم الدنيويه يتكلمون في مشاكلهم الخاصه، هذا من الأربعينات وقبل. أما يوم دخلت التلفزيونات وكذا فانشغلنا في الأوضاع السياسية، وقمنا طالع التلفزيون نسمع الأخبار الفلانية من أي، أنا طبعا صغير في حرب العالمية الثانية اللي بدت في سنة 1939 عرفت لغايه 45 لغايه 45. نعم. فاشغلتهم كل من عنده راديو، ما في اسمه راديو فقط يسمعون الاخبار. نعم. فاشغلتنا وبعدين دخلنا احنا بالكويت الحمد لله، وهذا منا كبيره من الله على حكومه الكويت بحكومه ال صباح وعلى راسه عبد الله السالم ذاك الوقت، وسوى الدستور ومجلس الامه وصار شغلنا الدواوين هذه كبرلمان صغير
نتداول في شؤوننا الخاصة. فالحمد لله يعني الوقت يتطور من أول مشاكل الخاصة الداخلية إلى حرب العالمية الثانية إلى دخلنا المعترك السياسي، والحمد لله الكويت أصبحت من الدول الديمقراطية الرائدة في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، وهذا بفضل بالله، بفضل من الله، بفضل وفضل حكومتنا وقائدنا الآن سمو سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الله يحفظه ويرعاه. فهذه هي لمة الكويت. وصير يعني ما ودنا ندخل مشاكل، مثلا قضية العام الماضي مسجد الإمام دخلت علينا الدخيلة اللي عمرها ما صارت. الكويت زادتهم محبة بعضهم بعض وتفاني مثل ما جاهم صدام وكذا، جمع كلمتهم وتحاببوا أزيد من تفارقون. والقضية اللي صارت والله يبعدنا، الله يبعد ولا تكرر مرة ثانية، فجمعت قلوب أهل الكويت. وهذا من الله سبحانه وتعالى على أهل الكويت، إن الله في وقت الشدائد يجمعهم. يقول ما أعرف بيت الشعر، جزا الله الشدائد كل يوم ما أعرف الباقي، ولكن وقت الشدائد يجتمع. ما في عندنا هذا أحضري وهذا بدوي وهذا شيعي وهذا سني وهذا، أبدا أبدا. البلد فوق الجميع. نعم. البلد فوق الجميع وأمن البلد فوق الجميع. نعم. الحمد لله. يعني احنا جبلنا على حب هذا البلد وتوحيد الكلمة، ومثل ما تفضلت عم أبو زيد، كل ما صارت مشكلة إلا أن تلقى الشعب تزيد لحمته ويا بعض، يزيد التحابب فيما بينهم وتزيد قوته وعزيمته أيضا. صحيح. مثل ما تفضلت فترة الغزو أو فترة 61 فترة عبد الكريم قاسم. عمي اليوم يعني الدسمة تغيرت عن السابق، تذكر ملامحها الأولية؟ أيه. كان اسمها الدسمة، يقولون واو قبل اسمها. لا قبل واو. أيه. هي أصلا الدسمة يقعدون فيها الرشايدة والعوازم. نعم. ولهم مزارعهم يزرعون. نعم. يزرعون خضروات، رويد وبقل ورقي وبطيخ. أيه. يعني أهل زراعة. موسمية. أيه. أهل زراعة. أهل. وهذذا هم هنا حلالهم هنا. حلالهم هنا. نعم. الرشايدة والعوازم منطقتهم هنا وداخل السور، وداخل السور في الصوابر يسمونها الصوابر. هم كانت الكويت داخل السور صغيرة، حتى خارج البيوت يزرعون مزارع. إيه. اللي قلت لك الحين يم اللي يم داخل السور داخل الشرق، يعني مزارع الكويت يم مقبرة مدوه الحين هذه. إيه. وراها كل مزارع العوازم والرشايدة هم صراحة. والدسمة كانت هالشكل، وأول من سكن فيها من الشيوخ أنا اللي أعرف ان شيخ دعيج سلمان الصباح وشيخ عبد الله جابر الصباح بينولهم، وتالي الحكومه جزاهم الله خير ثمنوا بيوتنا داخل الديره وعطونا يثمنوننا بمئات الاف الربيات ونشتري بعشرات الاف الربيات هني. والحمد لله. الحمد لله. كان البيوت فيها برش ها عمي؟ البيوت داخل كل بيت فيه برشه وفي جليب، الجليب الزيلة هذا محالة. وأما البرك هذا يستعملونها للغسيل والسبوح وغيره. أما البرك هذه كانت يجيبون لها ماء المطر عمدا تنزل في البرك هذه ويستعملونها أيام كذا الصيف. وكذلك سنة 1921 تأسست شركة الماي يسمونها، وقاموا سووا كم سفينة، وهو واحد من المؤسسين ذاك الوقت اللي مؤسسينها الكويت كلهم، وبوي واحد من المؤسسين سنة 1921 وسووا شركة الماي. وعندنا سفن شراعية تروح تجيب لنا الماي من شط العرب. لكم أنتوا؟ ها سفن الشواف؟ لا 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 ما. احنا شركه سووها وغيرنا، لا احنا ما اشتغلنا بالسفن. قصدك دوامه الماي؟ اي شركه الماي يسمونها. ايه. ابوي شريك من عرضها الكويت. ايه. وكلهم واي. نعم. تشاركوا واشتروا كم سفينه تجيب لنا الماي من شط العرب. ايه ممتاز. انا اروح حق ابو علي
أبو علي العم طرى مجلس الأمة والأعضاء، يعني هل اليوم الديوانية لها دور في وصول عضو مجلس الأمة إلى المجلس؟ والله أنا أشوف طبعا لها دور، أقول مو كل الأدوار، لها دور أكيد. إيه طبعا، وقبل أول ما هذا كان لها دور يمكن أقوى، بسبب خلينا نقول الناس كانوا أقرب حق بعض، ماكو وسائل الإعلام ما كانت موجودة ذاك الوقت مثل ما تلفزيون لنقل، فالديوانية كانت من الأسس لجمع الآراء خصوصا بنفس المنطقة. يعني هذا اللي الحين لا، طبعا بوجود وسائل الإعلام أنا لها دور، لا طبعا الزيارات تبتدي، يجون كل النواب يسوون دعاية هذا انتخابية طبعا هذا شيء موجود، لكن قبل كان دورها أرسخ بسبب غير وجود الوسائل الإعلام المتوفرة حاليا. صح، فهذا حتى يمكن أبو حسن اليوم العضو ما يلحق يدور الدواوين كلها، يعني كم منطقة عنده، كم ديوانية، يعني الدواوين كثرت. أي. ومن 25 منطقة صرنا 5، عبر كثرت على العضو حين الدواوين، غير أنه وسائل التواصل الاجتماعي اللي مثلنا عنها حلت ساعدت، مثل ما قال أبو علي حين الإعلام تلفزيون الكويت أول ما يتكلم عن العضو حين يقابل العضو المرشح عفوا، يعني والفضائيات اكثرت وصار تعريف بالعضو أكثر، وهم الدواوين هم أحد العوامل اللي لازم يفتر هو ويعرف حاله. نعم. ويتباحثون هذه الدواوين في من هو الأصلح لهم، هي طبيعي ماشي الدواوين. صح كلامك. إيه؟ عم بزيد ذكرت أن أنتوا كنتوا تجار في البشوت. نعم. ها؟ أي. مهنة وصناعة. إيه وتجارة. نعم نعم نعم. منو كانوا ياكم غير أسرة الشواف في البشوت؟ والخل أتكلم عني مدام أعطيتنا الفكرة الفرصة هذه. تفضل. الفرصة في الكويت اللي أذكرهم اللي شركانا في الخياطة البشوت. نعم. بيت المغلي، بيت المحمد اللي أذكرهم، يسمحوني الآخرين بعد ما أذكرهم. نعم. وإحنا شواف والمغلي ومحمد والرشيد وواحد مع أحمد وفيرس، يعني احنا شغلتنا هذه البشوت. بس كان في غيركم بعد، وفي ابوي في قرب في اثناء الحرب العالميه الثانيه ارسل اخوي عباس العود الى البحرين، وفتحوا لنا فرع في البحرين. ها بعد لا انسى، وفتح لنا فرع في البحرين، وقام يتزاوم عليه سنه يروح عباس وسنه يروح علي، اللي أهم للشغل هناك بشوت، يعني قبل بالإضافة للكويت هذا بالنسبة لنا، قلنا المغلي والمحمد ما أدري والله لا أنسى ناس واجد، الرشيد والرشيد. نعم. وبفيرس يعني القطان والقطان بشوت. والقطان لا، القطان شغلتهم القطان في القطن، القطن. مشتقات القطن، ولكن قسم منهم اشتغل. قاموا يشتغلوا في البشوت. نعم. طبعا كثير من العوائل ايضا، سليمان كنا سليمان ايه؟ البقشي وسليمان. ايه؟ والله ما اذكر، اسمحوني الجماعه ما ادري. ايه؟ ما اذكر انت. اللي اذكرهم وبعدين حتى اشوف، يعني خلينا نتكلم عن ابوي. أراد يفتح لنا محل، محو أمو أنا من صغير أراد يفتح محل في بغداد. بغداد يجيبون خيوط مال الصوف هذه يسمونها القيلان، والبشوت أنواع، في المرينة حق أيام الشتاء، غير الصوف المزوية، وفي فأراد ولكن ما توفقنا، وحطينا صديق في 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 بغداد يصدر لنا الغزول هناك، وهني يحيكون الحاكه. إيه؟ عندك الحاكه غير المخايطه، احنا الحايك يجهز البشت القطعه القماش هذه. إيه؟ عرفت، ويعطينا اياها احنا نفصلها ونقصصها ونخيطها درب وياها. ممتاز ممتاز.
احنا عمي وصلنا معاك الى الختام، كنا معاكم اليوم في قصة الديوانية في ديوانية الشواف. مشاهدينا عمي، اذا عندك كلمة أخيرة باسم هذه الأسرة الكريمة ودك تقولها تفضل. طال عمرك. والله اشكر نيابة عن نفسي وعن عيال عمي اللي ها جزء منهم حاضرين، ويا ريت اللي حاضرين كلهم، ونشكركم على الزيارة هذه وخدمتكم للكويت. انتوا قبل الزيارة التعارف هذه انت قاعد تخدم ديرتك، وهالمقابلات اللي عملتها الدواوين لا بالله في بعد 20-30 سنة يصير لها طعم، شنة ورنة وطعم صح، وذكريات حلوة. وجزاكم الله ألف خير، وعز الله التلفزيون الكويت والحكومة. عزيز وغالي عمي، وهذا أغلى الواجب وحق واجب، ونظل احنا مقصرين في حق هذا البلد. مشاهدين الكرام، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا وختام برنامجنا. قلنا لكم اليوم هي الحلقة 30 والحلقة الأخيرة كانت في ديوانية أسرة الشواف. يعني باسمكم أقول كل الشكر لوزارة الإعلام وعلى رأسهم وزير الإعلام يعني ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، وأيضا الشكر يعني موصول لكل من ساهم في نجاح هذا العمل من مسؤولين في وزارة الإعلام، وأيضا الشكر موصول لكل من شارك في تقارير الأستاذ محمد كمال، ويعني بعض الديوانيات اللي شاركت في بعض التقارير، والشكر لكل الدواوين اللي شاركت معنا في هذا البرنامج، وأيضا ما لمسنا منهم أن يكون جزء ثاني وثالث، لأن فعلا احنا ما قدرنا نغطي أقل من الربع لديوانيات أهل الكويت. إن شاء الله يعني قدرنا نغطي لكم شيء بسيط من تاريخ دواوين أهل الكويت في برنامج قصة الديوانية. أيضا الشكر موصول لفريق العمل وعلى هذا الجهد اللي يعني استمر لعدة أشهر، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة الجميلة لبرنامج قصة الديوانية. إن شاء الله نشوفكم في برامج أخرى لشاشة تلفزيون الكويت. نقول نشوفكم على خير، في أمان الله.